موجز الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر، مرحبا بكم. نعت القوات المسلحة اليوم ضحايا حادث رفح، وأكدت في بيان لها أن الحادث يعكس مؤشرات تحمل في طياتها مخاطر وتهديدات تتعرض لها سيناء، وهو الأمر الذي يتطلب اليقظة من الجميع والحذر تجاه هذه المخططات والمطامع التي تتعرض لها البلاد. كما أكد البيان أن القوات المسلحة ستقوم وبالتعاون مع قوات وعناصر وزارة الداخلية والأوفياء والمخلصين من أبناء سيناء باستعادة الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن. تمتنع القوات المسلحة بكامل هيئتها من القادة والضباط وضباط الصف والجنود إلى الأمة المصرية شهداء الواجب والوطن، التي نالت منهم أيادي الغدر والخيانة، وهم يقومون بأشرف مهمة لحماية الحدود المصرية في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظم، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا. ففي توقيت الإفطار ومع آذان المغرب في الساعة 7 من مساء الأحد الموافق 5 من أغسطس 17 من رمضان، هاجمت مجموعة إرهابية بقوة 35 فردا إحدى نقاط تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح، مما أسفر عن استشهاد 16 فردا وإصابة 7 آخرين، منهم 3 إصابات حرجة تم نقلهم إلى المستشفيات لعلاجهم. كما قامت المجموعة الإرهابية بالاستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها في اختراق الحدود المصرية الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها. تزامن مع هذا الهجوم قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهون على منطقة معبر كرم أبو سالم. وصل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى مطار الماضة، حيث يستقل طائرة عسكرية إلى مدينة رفح المصرية في أول زيارة له عقب الحادث. وكان الرئيس قد أصدر في وقت سابق اليوم قرارين جمهوريين بإعلان الحداد 3 أيام بجميع أنحاء مصر وتكريم ضحايا الهجوم ومعاملتهم معاملة شهداء ثورة يناير. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتأكيد سيادتها الكاملة على سيناء، وستسترد جثامين من أعلنت إسرائيل قتلهم. وأعلنت الرئاسة أيضا أن جنازة عسكرية ستقام غدا بعد صلاة الظهر لشهداء الحادث، كما نفت صدور قرار رئاسي بتدمير الأنفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدر السيد الرئيس قرارا جمهوريا بإعلان حالة الحداد في الجمهورية لمدة 3 أيام على أرواح شهداء الأحداث الأخيرة في سيناء. كما أصدر السيد الرئيس قرارا بتكريم كل من استشهد أو أصيب في أحداث سيناء ذات تكريم شهداء. وكان مرسي قد أصدر أوامر واضحة للقوات المسلحة والشرطة للتحرك لمطاردة مجرمي هجوم رفح وإلقاء القبض عليهم. وأكد مرسي أن هذا الحادث لن يمر بسهولة، متواعدا بمعاقبة منفذي هجوم رفح أينما وجدوا. وكان الرئيس أيضا قد اجتمع مساء أمس مع قيادات القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية للسيطرة التامة على جميع مناطق سيناء. صدرت الأوامر واضحة إلى كل قواتنا، قوات المسلحة والشرطة الداخلية، يتحركون لمطاردة هؤلاء لإلقاء القبض على من قاموا بهذا الهجوم الغادر على أبنائنا. لن يمر هذا الحادث بسهولة، ستفرض القوات كامل السيطرة على هذه المناطق، سيناء آمنة وبسيطرة كاملة،
وسوف يدفع هؤلاء ثمنا غاليا. وكل من قالت وكالة الأنباء الألمانية أن حشودا كبيرة من قوات الجيش الثاني الميداني قد وصلت إلى سيناء اليوم عقب الهجوم المسلح في رفح. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن قوات كبيرة من الجيش المصري والشرطة الموجودة في سيناء انتشرت على جميع الطرق الرئيسية عند مداخل سيناء ومخارجها، وأن هناك حالة من الاستنفار الأمني لم تشهدها سيناء من قبل مع انتشار قوات كبيرة من الجيش على مناطق الأنفاق في رفح. أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن هناك إجراءات على الأرض يتم اتخاذها حاليا في إطار الرد على الجريمة الإرهابية في سيناء. قال قنديل في المؤتمر الصحفي الذي عقد مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب عقب مباحثاته مع رئيس مرسي، قال إنه سيكون هناك أخبار سارة فيما يخص الرد على حادث رفح، وإن الجريمة لن تمر دون حساب. طالب الدكتور محمد البردعي وكيل مؤسسي حزب الدستور بدعوة جميع الأطراف المعنية فورا لتقييم الوضع الأمني واتخاذ الخطوات المطلوبة لتستعيد مصر سيطرتها على سيناء. وقال البردعي في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن غياب السيطرة الأمنية لأسباب عديدة في سيناء كان معروفا للجميع، وما حدث للأسف لا يجب أن يكون مفاجأة. أوصى ممثل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة بدمج هيئة أعضائها في السلطة القضائية كطرح أساسي لحل أزمة العدالة في مصر. وأكد ممثل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة أن قانون الدمج نادى به تيار استقلال القضاء وقدم كمشروع قانون للبرلمان قبل حله، وأن المقترح أن تقدمه الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة أمام الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، مؤكدين اعتراضهم على أي خطوة تلغي إرادتهم ولا تحقق الصالح العام. نهاية الموجز. للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت، كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. ونستقبل أيضا التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.